بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة المحاضرة الرابعة، وزي ما وعدتكم إن أنا في بداية المحاضرة هنحل مع بعض أو هنراجع حلولكم بالنسبة للمحاضرة اللي فاتت. كان أول سؤال معانا: The crystal of calcium oxalate of figure 1 is called cluster. Question number 2: The crystal of calcium oxalate of figure 2 can be found in. طبعا زي ما احنا شايفين ان figure 2 بيمثل اللي هي الايديوبلاست of بيلادون. The arrangement of calcium oxalate crystals of figure 3 is called crystal sheath. Dry heating of starch produces dextrin. Which of the following has aleurone grains free from inclusions? Mean cereal. Protein plus Meloxyl agent by warming produce red color. The following are microscopic properties of starch except gelatinization. طيب تعالوا بقى نبتدي محاضرتنا. لو انتوا تفتكروا ان احنا بدأنا الارجاستيك سيل كونتينتس، وقلنا ارجاستيك يعني نون ليفينج، وقلنا ان هم عبارة عن فود ستورج برودكتس واخدنا منها الستارش، والاند برودكتس اوف ميتابوليزم واخدنا منها الكالسيوم اوكزاليت وكالسيوم كربونيت، وفاينالي اكتيف كونستيتوينتس اللي هي دي موضوعنا النهارده. ايه هي بقى الاكتيف كونستيتوينتس؟ وهي دي اساسا اللي علشانها بندرس النباتات او بنسمي النباتات نباتات طبية. These are chemical substances synthesized by the plant and are present in the crude drugs. عشان كده بنسمي النباتات دي بقى drugs لانها بتحتوي على active constituents. Active constituents are characterized by their pharmacological action. يعني لها effect على أجهزة الجسم. And therapeutic activity. وبالتالي بتدينا تأثير علاجي. بالإضافة they have economic importance. طبعا الحاجات دي غالية، الحاجات دي مش رخيصة. These constituents extracted from plants by different methods. يعني بنقدر نستخلصها بطرق مختلفة. تاخدوها بعد كده إن شاء الله. Possess different physical and chemical properties. طبعا لها صفات فيزيائية وكيميائية زي أي مركبات. They are either a single chemical substance. Example glycosides, alkaloids زي ما هنشوف مع بعض. Or a mixture of substances, example volatile oils, resins, and others. يبقى volatile oils و resins زي ما هنشوف عبارة عن mixture من حاجات، لكن كل oil بيحتوي على مين component. For classification of active constituents, they are classified according to. هي في أكتر من طريقة. Their essential effect to the plant life. Primary compounds or secondary compounds. يعني مواد موجودة ولا غنى عنها. دي اللي بنسميها primary. Primary دي ممكن تكون موجودة بكمية كبيرة اللي بنسميها major، أو بكمية صغيرة جدا رغم أنها مهمة لكن بيحتاجها النبات بكمية قليلة اللي بنسميها minor. الميجور زي إيه؟ عندي proteins, fats, carbohydrates and others. الماينور زي ايه؟ زي الفيتامينز اند هرمونز، مهمة جدا لكن موجودة بكميات قليلة. السكندري كومباوندز اللي هي مواد دي اللي هي دي موضوعنا، ودي يعني زي ما قلنا هي دي اللي بنخلينا ندرس النبات ونسميه نبات طبي، زي الكالويدز جلايكوزايدز اند اذرز، ودي عشان كده بنلاقيها موجودة في نبات ومش موجودة في نبات تاني. يبقى معنى كده ان هي
ما هياش اسينشال لحياة النباتات عموما، لا هي ممكن تكون ضرورية لهذا النبات فقط ولكن ليست ضرورية لحياة النبات عموما، فبالتالي فهي تعتبر سكندري، تعتبر ثانوية، عشان كده بنلاقيها في نبات ما بنلاقيهاش في النبات التاني. طريقة تانية للكلاسيفيكيشن their chemical nature، يعني الايه هنا على حسب الطبيعة الكيميائية، whatever هي بقى minor major secondary primary، زي طالما ان هي تبع الكيميكال نيتشر فكل اللي هو ان بروتين ان نيتشر يبقى مع بعض، كربوهيدرات الكالويدز جلايكوزايدز اند اذرز. هنبتدي مع بعض مع واحد من الاكتيف كونستيتوينتس اللي هي الفولاتايل اويلز، او احيانا بنسميها اسينشال اويلز او ايثيريال اويلز، او في بعض كتب بتحطها تحت التيربينويدز. What are volatile oils? These are plant products. The odorous and tastes characteristic of the particular plant, thus possessing the essence. يعني هي المسؤولة عن ريحة وطعم النبات اللي هي موجودة فيه، فبالتالي فهي بتمثل روحه، بتمثل كيانه. Essential هنا مش بمعنى أساسي قد ما هي بمعنى ان هي بتمثل حقيقة هذا النبات، او بنسميها الزيوت العطرية. They are oily liquids which are entirely or almost entirely volatile without decomposition، يعني بتطير من غير ما تتكسر، علشان كده يسموها volatile. كمان هي volatile in steam، يعني لما تبقى موجودة مع بخار مية لما بنسخن الاتنين هي كمان بتطير او بيحصلها volatilization مع البخار. Ether like in their volatility، كلنا عارفين ان الايثر يعني ما نحطه في ازازة كمان شوية نيجي نشوفه ما نلاقيهوش، فبالتالي ان هي في تطايرها شبيهة بالايثر، علشان كده ممكن يسموها ethereal oils. كيميائيا بقى هي عبارة عن ايه؟ A group of organic compounds of complex structure predominantly composed of terpenes، يعني عدد كبير منها او مركبات كتيرة منها بتتكون من terpenes، وهناخد وهنفهم يعني ايه terpenes مع بعض. Soluble in common organic solvents, sparingly soluble in water، يعني شحيح بتدوب في المذيبات العضوية ولكنها شحيحة الذوبان في الماء. However, sufficient to produce aromatic water، يعني في نسبة ذوبان كفيلة بأنها تديني الماء العطري. كلنا نعرف مثلا ماء الورد، ماء الزهر، يبقى إذن هي ليها نسبة ذوبان في الماء بحيث أنها بتديني الماء العطري، لكن غير كده فهي تعتبر إيه؟ ما بتدوبش بالكامل يعني في الماء. Terpenes. What are terpenes? Terpenes form a large and structurally diverse family of natural products derived from C5 isoprene units joined in a head-to-tail fashion. تعالوا ناخدها كده مع بعض ونفهم ايه القصة بتاعة التربينز. كان في او وجدوا ان في مركب في الطبيعة اسمه ايزوبرين، اللي هو المركب اللي معانا ده بيتكون من 5 كاربونز 4 ان ستريت تشين، يعني 4 في صفة واحدة او في سلسلة واحدة، وفي برانش او في تفرع عند كربون نمبر 2. يبقى اذا العدد الاجمالي 5، 4 مع بعض وواحد متفرع من كربون نمبر 2. اختصارا للاستراكشر ممكن ان هو يترسم بالشكل ده. وجدوا ان في بعض مركبات موجودة في الطبيعة
بتتكون من وحدات بناء من هذه الايه الخمسة كربون. يبقى ايه وصفهم السكيلتون او الهيكل بتاع الايزوبرين اختصارا، اللي هو عبارة عن 5 كاربونز وعندي برانشنج عند نمبر 2. المكان اللي فيه برانش ده سموه ايه؟ سموه هيد، والطرف الاخر سموه تيل، يعني في رأس وذيل. عارفين لما نيجي نصور مثلا ان احنا نقول عندي جدار معين مبني من وحدة بناء عبارة عن طوبة، يبقى اذا الجدار ده مكون من وحدات بناء، والوحدة المكونة له اللي هي طوبة البناء. اهي كذلك المركبات دي، المركبات دي عبارة عن ترتيب من هذه الوحدة من البناء، ترتيب من اليونت دي من الوحدة دي اللي هي عبارة عن 5 كربون اللي ليها هيد ولها تيل، واللي هما التيبيكال تربين او يعني اللي بيمثلوا الاكزاكت تربين او بنسميهم ريجولار تربين، ان الهيد تمسك في التيل. تعالوا نشوف كده امثلة. ادي عندي اللي هم مين مثلا، هنا اهو ده منثول هناخده بعد كده، ده موجود في النعناع. ادي الهيد تمام ماسكه فين؟ في التيل. تعالوا نشوف هنا، ده مركب تاني، ده مركب سايكليك لكن ده اسايكليك يعني مفتوح. ادي الهيد ماسكه فين؟ في التيل. اللي بيتكون من وحدتين من الايزوبرين، يعني معنى كده ان المجموع 10، 5 زائد 5 يساوي 10، يبقى ده بيسموه مونو تربين تمام. طيب لو انا عندي 3 وحدات من الايزوبرين بيسموها ايه؟ سيسكوي تربين، اللي هي عبارة عن كام؟ 15. طيب المونو تربين اللي هي 10 لو ضربتها في 2 يعني سي 20، يبقى يسموها ايه؟ بدل مونو داي تربين. طيب بالنسبة لي الفولاتايل اويلز اللي موجود فيها عبارة عن مونو تربين وسيسكوي تربين. الداي تربين موجودة في مركبات تانية، في تراي تربين، في تترا تربين تمام، زي ما هناخد بعد كده. يبقى نرجع لموضوعنا. يبقى احنا دلوقتي خدنا فكرة كويسة عن مين هم التربين او التربينويدز اللي هم بيبقى فيهم اكسجين، اللي هم السكيلتون او الهيكل بتاعهم او التركيب بتاعهم سوري بيتكون اساسا من الوحدات اللي هي الايزوبرين اللي هي الفايف كاربونز اللي هي لها هيد ولها تيل. وزي ما قلنا بالنسبه للفولاتايل اويل وي ار ريستريكتد، يعني احنا بنتكلم فقط في المونوتربين اللي هم بيتكونوا من 10 كربون يعني وحدتين ايزوبرين، او سيسكوتربين اللي هم 3 وحدات من الايزوبرين اللي هو سي 50. فولاتايل اويلز are secreted with several secretory structures. Example, the cells يبقى اسمها oil cells أو glands أو ducts or hairs. زي مثلا زي ما شفنا الجلاندولار هير اللي موجودة في اللبيتي دي بتكون volatile oils. They do not consist of glyceryl ester of fatty acids and do not have a permanent stain on filter paper. مين هما الجليسرايل ايستر اوف فاتي اسيد اللي احنا اخدناها؟ الايستر عباره عن جليسرول مع الفاتي اسيدز او لونج تشين فاتي اسيدز اللي هما الفيكسد اويلز. يبقى دول بقى الفولاتايل اويل ما فيهمش جليسرول اصلا ولا فيهم لونج تشين فاتي اسيدز. They oxidize and resinify on exposure to air and light. يا بيحصلهمش رانسيديتي زي الفيكسد اويل، لا بيحصل لهم ريزينيفيكيشن. They are associated with resins بنسميهم اوليو ريزن or gum and resins اللي بنسميهم اوليو gum resins. وهناخد فكرة بسيطة جدا عن الريزنز في
في المحاضرة في آخر المحاضرة إن شاء الله. They are prepared يعني بنحضرهم ب different methods. One of the famous methods steam distillation اللي هو التقطير أو استخدام البخار. Extraction أو extraction with organic solvents or by enzyme hydrolysis أو enzymatic hydrolysis. إمتى بتبقى by enzymatic hydrolysis؟ لما تبقى موجودة على هيئة جلايكوزايد. الجلايكوزايد دلوقتي لسه هناخدها إن شاء الله بإذن الله في نفس النهاردة بإذن الله. الحقيقة إن محاضرة النهاردة قد إيه مهمة، وهتنيها معاك لحد ما تتخرج، مش بس من العقاقير، لا من الصيدلة كلها، لأنها بتمثل قدر كبير جدا من المواد الفعالة، أو هي بتمثل المواد الفعالة الموجودة في الطبيعة اللي هي الناتشرال سورسز. ودي مهم، يعني هي أساس احنا ليه بندرس النباتات أصلا. وبعدين انت لما هتيجي تدرس مثلا نبات زي نبات السنة مثلا، هيقولك ان هو موجود في أنثراكينون جلايكوزايد، يبقى لازم تبقى فاهم يعني ايه أنثراكينون ويعني ايه جلايكوزايد. فلو احنا مش فاهمين محاضرة النهاردة كويس، قد ايه هنتعب بعد كده. ولو فاهمينها ان شاء الله وهنفهمها كويس النهاردة، قد ايه هتساعدنا، وقد ايه هنبقى فاهمين ان احنا بنتكلم عن ايه. الحقيقة هو ده المنظر اللي قدامنا، ده مش يعني مش اساسي عليك، لان انت بعد كده هتاخد بالتفصيل ازاي في الفايتوكيمستري ازاي بنعمل الاستخلاص والكلام ده كله. لكن دي فكرة مبسطة جدا عن اللي هو الستيم ديستيليشن او الديستيليشن ان جنرال. عندي في ووتر ديستيليشن، في عندي ستيم ديستيليشن. الحقيقة دي اللي قدامنا دي عبارة عن ووتر ديستيليشن. يعني هنا ادي النبات بتاعي اللي هو بيحتوي على الفولاتايل اويل، و بيتركب فيه جهاز بسيط جدا بنسميه كلافنجر اباريتس، وده اللي هو بنجمع فيه الفولاتايل اويل، وده بيبقى طبعا في السمول سكيل يعني اللي بنستعمله غالبا في المعمل، لكن طبعا في الصناعة بيبقى الأجهزة مختلفة والموضوع كبير طبعا. هنا ده رسم تخطيطي بيبين لنا ان انا في عندي هنا هيت سورس بسميه هيتنج منتل، وهنا عندي اهو الميكشر اوف سامبل اند ووتر. بعد كده ده بيغلي، ده بيسخن، المية بتغلي مع النبات. النبات موجود فيه الاسنشال اويل، وبتدي المية اللي بتغلي دي والبخار اللي اتكون بيبتدي ياخد لنا الاسنشال اويل، زي ما قلنا ان هي فولاتايل ان ستيم او فولاتايل وذ ستيم. يبتدي يطلع البخار اللي هو عبارة عن بخار المية والاسنشال اويل برضو ان form of a vapor على هيئة بخار. ادي الكلافنجر اللي احنا قلنا عليه، بيبقى متركب عليه كوندنسر. كوندنسر يعني مكثف، مكثف يعني سطح بارد، عبارة عن تيار مية داخل بارد، بحيث ان هو بيعدي حوالين الانبوبة بتاع الكوندنسر، تبرد لي السطح ده علشان البخار اللي طالع ده يتكثف، عشان كده بنسميه كوندنسر، يحصل له كوندنسيشن، والمية السخنة دي ايه تطلع، ويرجع يدخل تيار تاني بارد ويدخل ويخرج، بحيث ان هو دايما السطح ده يكون بارد، بحيث البخار اللي طالع يلاقي سطح بارد قصاده يتكثف وينزل. بيتجمع عندي الفولاتايل اويل في النيك اللي احنا شايفينها دي، وفي عندي هنا اهو تاب اللي هو سنبور. بعد ما بخلص خالص بلاقي عندي اتجمع الاويل. لو احنا جينا نشوف هنا كده، الاويل هنا بيبقى معظم الفولاتايل اويل بتبقى اخف من الميه، ولكن في بعضها بيبقى اتقل، فبالتالي الكلافنجر بيبقى شكله مختلف. اللي قدامنا ده اللي هو ليه الاويلز اللي هي لايتر اللي هي الخفيفه، تبتدي تتجمع الاويل هنا والميه تبقى تحت، الميه الزياده ترجع تاني تنزل للايه الفلاسكه بتاعتي، وتكمل دوره الغليان تاني وتالت لحد ما كل الاويل اللي موجود في النبات بتاعي يتكون هنا. بعد كده بفتح الميه بسيبها، وابتدي اجمع الايه اجمع الاويل اللي اتكون او اللي حصل له بريباريشن.
يبقى دي فكرة سريعة عن الووتر ديستيليشن او الديستيليشن بالنسبة او طريقة التقطير لاستخراج الزيوت الطيبة. تعالوا ناخد بعض الاكزامبلز، طبعا في عندي اكزامبلز كتير، احنا هناخد يا دوبك نسبة بسيطة من الكومبوننتس اللي موجودة في الفولاتايل اويلز. عندي اول واحد هنا الدراج اللي هو النبات بتاعي، هنا البارت يوزد يعني موجود في انهي جزء من النبات، الجزء المستخدم، واهم الاكتف كونستيتوانتس اللي موجودة في الزيت ده، وده الاستراكشر بتاع المادة المهمة دي. اول حاجة معانا الكورياندر اللي هو نبات الكزبرة اللي هو موجود في البيت ده، اللي بنستخدمه في الاكل وفي كتوابل. طبعا الكزبرة والشمر واليانسون دي عبارة عن فروت، عبارة عن ثمرة زي ما هتدرسوا ان شاء الله، ولكن السيد محبوسة جواه. طيب الزيت بتاعها غني بمواد كتير، من اهمها او اكترها نسبة اللي هو مادة اللينالول. تمام، اللينالول ده عبارة عن الكحول زي ما احنا شايفين في او اتش اهو، وان هو اوبن تشين. لو جينا نبص ده عبارة عن تيربينويد زي ما احنا شايفين، ادي 1 2 3 4 5، يبقى ده مكان الايه الهيد، وادي 1 2 3 4 5، يبقى ده دي هيد تحت هنا اهي، وهنا تيل، يبقى الهيد ماسكه في التيل. ده ما يمنعش ان ممكن يبقى عندي او اتش جروب، ممكن يبقى سايكلايزد زي في حالة المنسول زي ما هنشوف دلوقتي، او ان هو يكون اوبن تشي. في عندي نبات الكلاف اللي هو القرنفل، وده الازهار بتاعته هي الاجزاء المستخدمة. بيبقى عندي الاكتف او المين اكتف كونستيتوانس في حالة الكلاف اويل اللي هو الايوجينول، وده It's not terpenoid, it is aromatic. واروماتيك ايه؟ فينول، علشان في هنا OH ودي بنزين رينج. تمام، يبقى اذا ده عبارة عن aromatic. يبقى احنا زي ما قلنا It's mostly terpenoid، لكن ده ما يمنعش ان يبقى فيه مركبات اخرى. عندي المسترد او الخردل، والجزء المستخدم اللي هو السيد البذور، بيحتوي على سينجرين. الحقيقة السينجرين ده عبارة عن جلايكوزايد زي ما هناخد، لكن لما بيتكسر بالإنزيم هيدروليسيز وهناخدها بالتفصيل يعني in few slides، بيدينا المادة الطيارة اللي هي الألايل أيزوسايوسينيد. ده الاستراكشر الكامل بتاع السينجرين. معلش يمكن تكون هي مش واضحة دلوقتي، لكن هتوضح لما ناخد الجلايكوزايد. اليوكاليبتوس اللي هو عبارة عن بديل الكافور أو شبيه به، اللي هو الأوراق بتاعته، وفي مادة السنيول، ده عبارة عن أوكسيد زي ما احنا شايفين، وتيربينويد at the same time. لو هنعدهم هنلاقيهم 10، و head to tail، ادي الهيد وادي التيل. بيبرمنت النعناع ده موجود في النبات كله، الهيرب كله طبعا، بس من اللي متركز في الليف طبعا. المين كونستيتوانت المنسول، وده الاستراكشر بتاعه، سايكليك الكحول مونوتربين. في عند السينامون اللي هي القرفة، في البارك اللي هي القشرة الخارجية. المين كونستيتوانت اللي هو السيناميك الديهايد، وده زي ما احنا شايفين عبارة عن فينايل بروبانويد، ادي في ادي البروبان، ادي 3 كربون وهو الدهايد، يبقى ده ملوش دعوة بالتربينز، ده تبع الاروماتيك، اروماتيك الدهايد. تمام، يبقى اذا مطلوب مني ان انا ممكن اجي اسأل اقول الكلاف المين كونستيتوانس في الاويل بتاعه ايه، تقول لي ايوجينول. ولما اجيب لك الاستراكشر ده هو، انا مش هقول لك ارسمه، لكن هقول لك ده مين، تقول لي ده الايوجينول. اقول لك موجود فين، تقول لي موجود في الكلاف. اقول لك البارت يوزد بتاعه ايه، تقول لي الفلاور. اوكي، يبقى ده بالنسبة لإيه للسلايد اللي معانا دي. لازم نتعرف على شكل الاستراكشر، وان ده اسمه سينيول، موجود فين، في الايوكاليبتس ليف.
تعالوا نتكلم عن الـ uses of essential oils. In pharmacy الحقيقة لها استخدامات كتير مش بس في الصيدلة. طبعا بنستخدمها in pharmacy for their therapeutic action as carminative اللي هو طارد للغازات, antiseptic اللي هو يعني مطهر أو مضاد للميكروبات, stimulant, antispasmodic and many other. بالنسبة ان هي في حاجة اسمها الاروما ثيرابي اللي هو استخدام الاسينشال اويلز تو امبروف هيلث اند مود, ودي علم لوحدها تمام, ودي تعتبر من اللي هم بنسميها الالترناتيف ميديسن او الكومبلمنتري ميديسن اللي هو الطب المكمل او الطب البديل الجماعة دول. طبعا بتستخدم الاسينشال اويلز في البرفيومري اللي هو العطور طبعا, وفي الفود تكنولوجي طبعا البسكوت بتاع بريحة كذا او بطعم كذا, او يعني في كثير من الاطعمة بنضاف لها الزيوت الطيارة. جلايكوسايدز, تعالوا نتكلم على مجموعة كبيرة ومهمة جدا في الاكتيف كونستيتيوت. A glycoside is a natural product that is chemically bound to a sugar. أول ما نسمع كلمة glycoside يبقى معناها إن أنا عندي sugar part, يعني المركب مكون من جزئين, جزء sugar part بنسميه الجلايكون, in addition to non-sugar part بنسميه الأجلايكون or genin. أجلايكون could be a terpene, يبقى جزء اللي هو نون شوجر عبارة ممكن يبقى تيربين زي ما أخدنا, أو كومارين زي ما هناخد, أنثراكينون, أفلافينويد أو أذرز. طيب بالنسبة للشوجر بارت, the sugar part may be monosaccharide or di or whatever. Monosaccharide can be as glucose or what we call deoxy sugar. ديوكسي شوجر يعني معناها devoid of oxygen, يعني في نقص في الأكسجين. عندنا مثال مثلا زي الرمنوز and سايمروز, وحنشوف زي ما حنشوف في السلايد اللي جاي. تعالوا ناخد فكرة الجلوكوز, وزي ما احنا عارفين ان الشوجرز could be aldoses or ketoses, وطبعا عارفين ان الجلوكوز aldose, وان احنا ممكن نرسمه اللي هو الاوبن تشين اللي بنسميه فيشر بروجكشن, او بالسايكليك فورم, وعندنا اكتر من طريقه الهاورس او التشير فورم. وزي ما احنا عارفين ان بيحصل انترنال رياكشن ما بين الالدهايد وما بين الالكحول بحيث بيدينا الهيمي استال. ده طبعا خاص بالاورجانيك, انا يهمني ان نعرف الديفرنت فورمز بتاعت اللي ممكن نشوفها كرسمة للجلوكوز. زي ما قلنا في عندنا what we call the oxy sugars, يعني ان عندي نسبة الاكسجين اقل. لو جينا نشوف مثلا الرمنوز نجد عندي كربون نمبر 6 بدل ما هي CH2OH زي في حالة الجلوكوز, عندي عبارة عن ايه CH3. يبقى معنى كده ان كربون نمبر 6 فيها decrease in oxygen او في loss of اكسجين اتوم تمام. طبعا دي ده دي فورم, وده ال رمنوز اللي بيبقى ميرور ايمج لمين للدي رمنوز. تعالوا نشوف السايمروز, في عندي ديفويد اوف اكسجين ان تو كاربونز, كربون نمبر 2 اند كربون نمبر 6, عشان كده بنسمي السايمروز عباره عن 2 اند 6 داي دي اوكسي شوجر, 2 and 6 dideoxy sugar, 2 and 6, 2 and 6 dideoxy sugars. تعالوا نرجع للجلايكوزايدز. The hydrolysis takes place either by specific enzymes or by means of reagents. يعني في زي مثلا dilute acids بتعمل لنا ايه, تكسر لنا ما بين الشجر وما بين النون شوجر. They are soluble in water and dilute alcohols
and most are insoluble in organic solvents. يبقى ده بالنسبة للphysical properties. The term glucoside is used for glycosides that yield glucose as the only sugar on hydrolysis. يبقى لما أكسر الجلايكوزايد ده والشجر اللي ينتج عبارة عن جلوكوز، يبقى ممكن أسمي الجلايكوزايد ده بإيه؟ جلوكوزايد. الحقيقة إن الجلايكوزايد are يعني a large group، لأن على حسب بقى عندي الشجر ممكن يبقى مختلف، وممكن الإيه الأجل يكون مختلف. غالباً دايماً إن إحنا الحقيقة لها أكتر من طريقة للكلاسيفيكيشن أو للتقسيم، ممكن عن طريق الإفكت بتاعها أو عن طريق طبيعة الأجلايكون. تعالوا ناخد كده مثلا مثال. أول واحد معنا كاردياك جلايكوزان. كلمة كاردياك معناها إيه؟ إن هو بيأثر على الهارت، بيأثر على القلب. يبقى إذن الجلايكوزايدز دي بتأثر على القلب، يبقى ده تبع مين؟ تبع الإفكت بتاعها. يبقى cardiac glycosides improve the action of the heart muscle. يبقى لها cardiotonic effect. They are widely used in treatment of congestive heart failure. اللي هو الايه؟ فشل القلب في ان هو يشتغل، يعني بيضخ كتير من غير ما يضخ كمية دم كفاية، وبيبقى هو نفسه حجمه بيبقى متضخم. The genin have steroidal nucleus attached to 5 or 6 membered lactone ring. يعني تاني، دول كلهم بيمثلوا الشوجر بارت، عبارة عن احنا قلنا ممكن 1 sugar or more. هنا في عندي ادي ده عبارة عن جلوكوز، تمام. في عندي هنا دي اوكسي شوجرز زي ما احنا شايفين كده، ده اللي هو الديجيتوكسوز، ما علينا من اسمه مش مهمكم خالص، المهم ان هو دي اوكسي شوجر، تمام. ده عبارة عن دي اوكسي شوجرز. طيب تعالوا نشوف، يبقى اذا بيتميز الشوجر بارت في الكارديا جلايكوزايد وجود الدي اوكسي شوجرز. تعالوا نشوف بقى الاجلايكون، ان في عندي استيرويد نيوكليس. الاستيرويد نيوكليس دي اللي هي عبارة عن 4 rings 3 منهم 6 ممبرد، يعني 6 اضلاع، وبنفس الترتيب ده 2 والايه واحدة تالتة فوق تانية، والرابعة عبارة عن 5 ممبرد يعني خماسية. يبقى نخلي بالنا قوي كمان الترتيب ده، دي اسمها الايه استيرويدال نيوكليس او الاسترويد نيوكليس، دي اللي هي ايه بتمثل المين بارت بتاع الاجلايكون. طيب اتاتشد ليه اللي هي الار دي، الار دي اللي هي عبارة عن ايه اللي بنسميها اللي هي اللاكتون. يعني ايه لاكتون؟ سايكليك استر. مش ده منظر الاستر، بس بدل ما هي مفتوحة لكن هي ايه سايكليك. سايكليك استر ممكن يبقى 5 ممبرد او 6 ممبرد. ال 5 ممبرد بيسموها الكاردينولايدز، وال 6 ممبرد البوفا داينولايدز. انا يهمني بس ان انت تبقى عارف ان انا عندي ستيرويد نيوكليس اتاتش تو 5 اور 6 ممبرد الكترون رينج. ذاتس انف، خلاص كده. طيب مين من النباتات بقى بتحتوي على الكاردياك جلايكوزايدز؟ وهتاخدوها ان شاء الله بالنسبه لاول نباتين، الديجيتاليز بيربوريا موجود فيها الديجيتوكسين، والديجيتاليز ناناتا موجود فيها الديجوكسين، وتاخدوهم بالتفصيل ان شاء الله لما تدرسوا الميديسينال ليفز. في عندي كمان الاستروفانثس موجود فيه مادة الاستروفانسينز، والسكويل وهناخده ان شاء الله، ناخد عنه فكرة ان شاء الله الترم ده، اللي هو المين كونستيتوانت السيلارينز. يبقى اذا مين هم الادوية اللي هم زي او النباتات زي الديجيتاليز، زي الاستروفانثس، زي السكويل، خلاص كده. انا يهمني ان انت تاخد ولو some examples، لكن طبعا لما هتاخد الحاجات دي بالتفصيل يبقى لازم هتكون عارفها كويس. تعالوا نتنقل ل
نوع جديد من الجليكوزايدز اللي هو الأنثراكينون جليكوزايدز. أنثراكينون جليكوزايدز كونتين أنثراكينون نيوكليوس، زي ما احنا عارفين الوحدة من دول بنسميها بنزين، اتنين بنسميهم نفثالين، التلاتة دول مع بعض بنسميهم أنثراسين. لما يبقى في عندي اتنين كيتونيك جروب بنسميها أنثراكينون. يبقى إذن البيزك نيوكليوس اللي هي الأنثراكينون لما يبقى اتاتشد ليها شوجر يبقى نسميها أنثراكينون جلايكوزايدز. طيب الحقيقة الأنثراكينون جلايكوزايدز لهم صفات كده مشتركة ومهمة قوي إن أنا أعرفها، ولما هاخدها من دلوقتي وأعرفها هتفيدني وتنفعني في كل تعاملاتي مع العقاقير ومع الأكتيف كونستيتوانس ومع الصيدلة عموما. known for their laxative effect، يعني ايه؟ يعني ليهم laxative effect. يعني ايه laxative effect؟ يعني ملين، يعني بيعالجوا الامساك، تمام؟ وبالتالي انا لما اعرف ان نبات السن بيحتوي على anthracnose glycoside يبقى اعرف ان اليوزز بتاعته او ان هو بيعمل اني effect له laxative effect. يبقى اذا مهم قوي ان انا اعرف الصفات دي لانها هتساعدني كتير في كل الدراسات بتاعتي. They give red color with alkali. يبقى دي برضو chemical test. وانس ان انا عرفت كده يبقى لما اعرف ان عندي هناك اي نبات فيه أنثراكينون يبقى انا ممكن اكشف عنه ان انا لما هعمل استخلص الأنثراكينون ده واحط عليه اي alkali زي البوتاسيوم هيدروكسيد الامونيا whatever هيديني لون احمر. ايه الاكزامبلز اوف دراجز كونتيننج أنثراكينون؟ نبات السنة، نبات الراوند اللي هو الروبرب، الالو اللي هو الصبار، والكاسكار. دي عبارة عن استركشرات بتوضح لنا الأنثراكينون جلايكوزايدز. ده اللي هو الالو ايمودين 8 او جلوكوزايد، يبقى ده عبارة عن أنثراكينون جلايكوزايد. الحقيقة اللي موجود في نبات السنة عبارة عن دايمر من اتنين، يعني اتنين مولكيول مسكوا في بعض، تمام؟ من ضمنها اللي هي السينوزايد بي، ده اللي هو الستركشر اللي قدامنا، ده اللي بنسميه الداي انثرون تايب اجلايكوم. ده مين؟ داي انثرون تايب، اللي هي مش انثرون واحد، لا ده داي في اتنين، تمام؟ في عندي كمان اللي هو البربلوين اللي هو موجود فين؟ موجود في الالو، موجود في الصبار. بنجد ان الشوجر هنا ماسك فين؟ بدل ما في هنا سي دبل بوند او تانية، لا ده هو ماسك هنا من الكربون مش ماسك من اكسجين زي هنا، تمام؟ وده اللي هو الشوجر بارت، وده اللي هو الايه؟ النون شوجر بارت. هنا ده اللي هو الانثراكينون فري زي الالو ايمودين، يبقى ده عبارة عن مين؟ فري أنثراكين. يبقى ممكن يبقى موجود النبات موجود في فري أنثراكينون زي موجود في الروبرب والألو زي مادة الألو إيمودين، أو يبقى موجود على هيئة جليكوزايد إنه يشبك فيه شوجر فبالتالي يبقى جليكوزايد. أنا مش هطالبك دلوقتي إن أنت تقولي إن ده اسمه بربلوين أو إن ده اسمه ألو إيمودين، على قد ما إن أنا هطالبك إنك تقولي إن ده فري أنثراكينون عشان خدت النيوكليس، أو تقول إن ده أنثراكينون جلايكوزايد، أو تقول إن ده داي أنثرون. خلاص؟ يبقى إذن أهم حاجة عندي إن إحنا نطلع النهاردة بإننا نقدر نتعرف على السكيلتون، أقدر أقول إن ده جلايكوزايد، أقدر أقول إن ده كاردياك جلايكوزايد، أقدر أقول إن ده أنثراكينون جلايكوزايد. وهنشوف other types of glycosides. في عندي phenol glycoside، يبقى اذا معنى كده ان الاجلا يكون ايه؟ possess او phenolic in structure. زي الاستراكشر اللي معانا ده اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو الاربيوتين موجود في نبات الاوفا اورزي، وده gives blue color with ferric chloride. طبعا احنا عارفين ان الفينولز بتدي color مع الفيريك كلورايد، احيانا blue احيانا green، في الحالة دي بيدي بلو، تمام؟
طيب في عندي الساليسين اللي موجود في السالكس، وده لما بيتكسر الشجر بيبقى فينوليك النيتشر، تمام؟ ده اللي هو مين؟ اللي هو الساليسين عبارة عن فينوليك جلايكوزايد. الحقيقة ان الساليسين كان هو البداية لتحضير الاسبرين. اسبرين الحقيقة يعتبر سيميثينسيتك، او يعتبر كان اصله او الفكرة بتاعته جات من الطبيعة. ان احنا هنا لما بنكسر ونعمل هيدروليسيس للساليسين بيدينا الساليسايل الكحول، لما بنعمل اوكسيديشن للالكحول انتو اسيد هيدينا مين؟ ساليسيليك اسيد. لما نعمل اسيتايليشن للساليسيليك اسيد يدينا الاسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو مين؟ الاسبرين. يبقى اذا مين اللي جاب لنا فكرة الاسبرين؟ انهو جلايكوزايد؟ اللي هو الساليسين اللي موجود فين؟ موجود في السالكس. تعالوا نشوف نوع آخر من أنواع الجلايكوزايدز اللي هو السيانوجينيتك أو السيانوجينيك جلايكوزايدز، يعني معناه أنه بيحتوي على السيانايد جروب اللي هي مين؟ سي تريبل بوند إن. يبقى إذا أول ما الاقي عندي جلايكوزايد وفي سي تريبل بوند إن، يبقى ده مين؟ تبع أنهي جروب؟ سيانوجينيتك جلايكوزايد، أو في ناس بتسميها سيانوجينيك جلايكوزايد. ايه الاكزامبلز بتاعتنا؟ عندي الاميجدالين موجود فين؟ موجود في البيتر ألموند. عندي مين تاني؟ لينامارين، بيتر ألموند اللي هو اللوز المر. واللينامارين اللي موجود فين؟ موجود في اللينسيد اللي هو بذور الكتان. يبقى اذا اول ما ابص كده انا عندي شوجر بارت ونون شوجر بارت، واتيفر الشوجر النون شوجر بارت ده اخباره ايه، ابص على الاستراكشر بتاعه سي تريبل بوند ان، يبقى انا فين؟ سيانوجينيتك. سي ان اللي هي دي طبعا بتبقى عباره عن سي تريبل بوند ان اللي هي سيانوجينيتك. المنظر ده اللي هو مين؟ الاميجدالين. ده مين؟ اللي هو اللينامارين. في عندي كمان حاجه اسمها الثايوجلايكوزايد. ثايو يعني سلفر كونتينج، سلفر كونتينج. فاكرين لما قلنا في الفولاتايل اويل ان احنا عندنا المسترد سيد فيها السنجرين، وقلت لكم ان هو السنجرين نفسه نون فولاتايل، ده عباره عن جلايكوزايد، تمام؟ ادي عندي الاجلايكون اللي بيشبك مع الجلوكوز وان هو فيه سلفر. ده زي ما هنشوف دلوقتي لما بيتكسر بيدينا مادة طيارة اللي هي الاللايل ايزوثيوسينت. تعالوا نكمل مع السنة البين، ده موجود في الوايت ماسترد اللي هو الخردل الابيض مش الاسود، وده اللي هو السنة البين، ده برضو بيحتوي على ايه؟ على سلفر، وده جلايكوزايد، لكن لما بيتكسر ما بيدينيش مادة طيارة، فبالتالي هو ده عبارة عن جلايكوزايد ولكن ما بيندركش تحت الفولاتايل اويل. لكن تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحصل للسنجرين بالانزيم مايروزين. بيطلع الجلوكوز، وفي طبعا كذا احتمال، اللي هو الاحتمال اللي بيبقى فولاتايل اللي هو الاللايل ايزوثيوسيانيد. دي احنا بس حاطين دول كده علشان نعرف الفروق. لو انا عندي ادي الاللايل، هنا دي نيتريل اللي هي سي تريبل بوند ان، هنا لو كان S وبعدين C وبعدين N ده اللايل ثايو سيانيت، دي سيانيت اهي. لكن لما تبقى N C S يبقى ده ايزو ثايو سيانيت، وهو ده اللي بيتكون بالهيدروليسيس، ده اللي فعلا حقيقي، وهو ده اللي يعتبر بيمثل الفولاتايل برينسيبال بالنسبة لمين؟ بالنسبة للماسترد او البلاك، سوري البلاك ماسترد. البلاك ماسترد اللي هو كان عبارة عن جلايكوزايد على هيئة سينجرين، وهنا prepared by enzymatic hydrolysis، يبقى لازم الانزيم يشتغل عشان يديني المادة اللي هي تعتبر volatile. خلاص، من هنا الفولاتايل، المين فولاتايل كونستيتوينس اللي هي الاللايل ايزوثيوسيانيد. تعالوا نتنقل لنوع جديد من
الجلايكوزايدز من النوع من الكومباوندز عموما، ومنها present as glycosides flavonoids. flavonoids الحقيقة يعني من الأهمية ومن الانتشار بحال. flavonoid derived from the Latin word flavus معناها يلو، يعني هي دي المسؤولة عن اللون الأصفر. they include subclasses، يبقى الفلافونويدز ده كلاس كبير وتحتها سب كلاسز. زي ايه؟ زي الفلافونون، ادي الفلافونون والفلافون والفلافونول والايزوفلافون. تعالوا كده نشوف كده بالراحة. بالنسبة لي الفلافون هنا عندي بيبقى في unsaturation، عبارة عن بنزين، ودي هناخدها عبارة عن الجاما بايرون، وهنعرف الكلام ده عند البيتر برينسيبل، وهنعرف ان النيوكلياس دي اسمها الكرومون. هناخدها زي ما هي كده. يبقى الاستراكشر بتاع الفلافونويد عبارة عن ثلاثة رينج A B and C، A and B aromatic and C attached to the ring A. الرينج B attached للنيوكليوس اللي هي الكرومون دي at carbon number 2، يبقى دي اللي بنسميها ايه؟ flavonoid. طب لو هي attached لكربون number 3 دي اللي بنسميها ايه؟ الايزوفلافونويد. خلاص؟ يبقى اذا لو هنا دي عبارة عن فلافون يبقى دي ايزوفلافون. هنا حصل ساتوريشن، الدبل بوند اتشالت، بقى اسمها عندي ايه بقى؟ فلافانون. طب لو دخلت او اتش يبقى فلافانول. يبقى تاني فلافونويدز دي جروب كبيرة وجاي اسمها من اللون الأصفر، فيها سب كلاسز اللي هي فلافون اللي فيها unsaturation، حصل saturation بقى اسمها فلافانون، دخل على الأولانية OH بقى اسمها فلافانول أول. لو الرينج B شبكة في رقم 3 يبقى إذن دي هتبقى إيه؟ اسمها أيزو فلافون. طبعا لو انت عرفت الديتيلز دي ده that's fine، لكن على الاقل لما تشوف اي واحد دي لازم تقول عليه ايزوفلافون، اي حاجه من دول فلافونويد. خلاص كلهم تبع الفلافونويد، سواء كان السب كلاس فلافون، فلافانون، فلافانول، او حتى الايزوفلافون. تعالوا نشوف بقى الفلافونويد جلايكوزايد. Most are yellow to orange in color. They are soluble in water, dilute alcohol and alkali. The aglycones are more soluble in organic solvents. They have a phenolic structure. غالبا دايما بيبقى فيها OH. موجودة الـ OH فين؟ في الـ benzene rings. تعالوا ناخد example زي اللي موجود في citrus fruits اللي هي في الموالح، زي الهسبريدين اللي هو موجود قدامنا. عبارة عن فلافانون، لأن هنا في هنا في هنا ساتوريشن، وفي عندي جلوكوز ورمنوز، تمام؟ وزي ما احنا شايفين إن هي فينوليك، عندي أدي أو اتش وأدي أو اتش في الاتنين بنزين رينج. طيب كجنرال تيست مع البوتاسيوم هيدروكسيد بيدينا يمين يلو أور ديبنينج أوف كولر، يعني لو هو أصلاً ممكن يكون له لون أصفر، لكن لما بنحط البوتاسيوم هيدروكسيد اللون الأصفر هيتقل، تمام؟ مع الفيريك كلورايد هيدي جرين أور بلو لأنها فينوليك، ومع الليد أسيتات بيدي يلو أورنج أور ريد على حسب نوع الجلايكوزايد. لو إحنا نفتكر البوتاسيوم هيدروكسيد كان بيدي إيه مع الأنثراكينون؟ كان بيدي ريد، يبقى مع الأنثراكينون ريد، مع الفلافونويد يلو أور ديبنينج أوف ذا أوريدي يلو كلر. في عندي جروب تاني ريليتد
للفلافونويد اللي هو الأنثوسيانينز. زي ما احنا شايفين كده اهو المين سكيلتون، ولكن هنا في عندي انساتوريشن، وفي هنا عندي الاكسجين بيبقى مش اكسجين عادي، شايفين عليه اللي هو بلس، والاكسجين زي ما احنا عارفين ثنائي، لكن هو هنا عليه 3 بوند. They are usually occur as glycoside and are soluble in water. They are phenolic compounds related to flavonoids. They are amphoteric. يعني ايه؟ They form oxonium salt with acids اللي هو بيدي لون احمر. They form phenoxy salt with alkalis بيدي blue or violet color. تاني الأنثوسيانينز هي اللي بتمثل اللون الأزرق والأحمر في النباتات أو في الأزهار، وده بيفرق على حسب الـ pH. يعني لو كانت هي مع الأسيدز أو الوسط حمضي زي ما احنا شايفين هنا كده بيبقى الإيه؟ بيبقى لونها أحمر، وهي المسؤولة عن اللون الأحمر في الروز. أو إن هي تبقى الوسط قلوي هتبقى مسؤولة عن اللون الإيه؟ الأزرق. يعني هي هنا ممكن تكون نفس المادة هنا وهنا، ولكن هنا الـ pH ألكالي بقى لونها أزرق، هنا الـ pH أسيدك بقى لونها أحمر. تعالوا نكمل مع نوع جديد من الجلايكوسايدز، سابونين جلايكوسايدز. Saponin glycosides, their aqueous solution produce froth. Froth يعني رغوة. When shaken, يعني لما بنجيب المحلول المائي من السابونين ونرجه بيدينا رغوة زي الصابون. فبالتالي هما من هنا جه ان هي soup like. جاء من لاتن سابو يعني soup. يعني ان هي بتعمل رغوة زي الصابون. ايه صفاتها غير ان هي بتعمل رغوة؟ They hemolyze red blood cells. They lower the surface tension. تقلل اللي هو التوتر السطحي. They are precipitated by lead acetate. يعني بتترسب لما نحط عليها lead acetate. من الأمثلة المشهورة جدا اللي هو نبات العرقسوس اللي هو الليكوريش لاحتوائه على الجليسريزينيك أسيد اللي هو أدي الشوجر بارت، وهنا الأجلايكون اللي هو الجليسريزينيك أسيد، وده عبارة عن ترايترين زي ما هنشوف أنواع السابون. السابونينز زي اي جلايكوسايدز عبارة عن جلايكون واجلايكون. الاجلايكون ممكن نطلق عليه اسم سابوجينين. سابوجينين could be steroidal، يعني فيه steroid nucleus. فاكرين احنا steroid nucleus اهي اللي هي 1 2 3 4، و could be ترايتيربينويد. احنا لسه واخدين التربينز، شايفين التربينز بتتكرر معانا ازاي كتير. ترايتيربين يعني معناها انها سي 30. عندي المثال اللي هو ده المركب ده اسمه دايسجينين، موجود في نبات دايس كوريا، وترايتيربين زي ما شفنا الجليسريزينيك اسيد الموجود في نبات الليكورش. Miscellaneous glycosides يعني other glycosides زي alkaloidal glycosides. هناخد الالكالويد دلوقتي، يعني معناها الكالويد ده الاجلايكون وشابك معاه شوجر، بنسميه الجلايكو الكالويدز. اكزامبل عندنا اللي هو السولانين. في glycosidal resin ولسه هنشوف resin زي الجلب. glycosidal bitter principles زي ما هنشوف البيتر principle زي الجينشيوبيكرين اللي موجود في الجينشيان روت. في antibiotic glycosides
جلايكوسايدز على انتبيوتيك على هيئة جلايكوسايدز، يعني فيها شوجر بارت ونان شوجر بارت زي الستريبتومايسين. طيب احنا لسه قايلين في عندي الكالويدال جلايكوسايد، يبقى تعالوا نشوف بعد كده هناخد الالكالويد، بس قبل ما ناخد الالكالويد هناخد حاجه اسمها البلانت بيجمنتس. عندنا الحقيقه في نوعين من البلانت بيجمنت، في ليبيد سوليبل وفي ووتر سوليبل. اول حاجه اللي هو الليبيد سوليبل اللي بنسميه البلاستيد بيجمنتس، these are soluble in lipids and organic solvents and are water insoluble. معانا اول اكزامبل اللي هم الكلوروفيلز، و they are complex magnesium tetra pyryl methane compounds، اللي هي عبارة عن شايفين البيرول رينج اللي هي 5 ممبرد، فيها اللي هي هيتيروسايكليك، فيها نيتروجين 1 2 3 4 تترا بيرايل ميثين. ف طبعا هو كومبلكس كومباوند زي ما احنا شايفين، ده مثلا فور اكزامبل ذيس كلوروفيل A ذيس كلوروفيل B، ودي طبعا اللي هي مسؤولة عن الفوتوسينسز او التمثيل الضوئي. في عندي نوع تاني مهم قوي اللي هو الكاروتينويدز، these are highly unsaturated long chain tetra terpene. التربين جت معانا تاني، تترا معناها انها سي 40 هيدروكربونز يعني ما فيهاش اكسجين. اكزامبل البيتا كاروتين اللي موجود في الكاروت في الجزر، واللايكوبين اللي موجود ان توميتو اللي موجود في الطماطم. ادي البيتا كاروتين وادي اللايكوبين. انا ما يهمنيش ان انت تقول لي ان ده هو البيتا كاروتين، قد ما يهمني انك تقول لي او تعرف لي ان ده تترا تربين، ان ده تترا تربين، وان اكزامبل اللي احنا واخدينه للتترا تربين اللي هو الكاروتين. ده بالنسبه لي اللي هم البلانت بيجمنت اللي هم الليبيد سوليبل. فور فات سوليبل بيجمنتس must give a blue color with antimony trichloride in chloroform with conch hydrochloric acid containing little phenol بيدينا dark blue color، with conch sulfuric بيدينا green to dark blue to violet color. خلي بالنا قوي، this test differentiates carotenes from other pigments. example الأنثوسيانينز، لو نفتكر الأنثوسيانينز اللي كانت related للفلافونويد، ودي كانت بان احنا لما كانت بتبقى البي اتش او في الاسيديك ميديوم لو بي اتش يعني اسيديك ميديوم كانت بتدينا ريد كلر، لكن هنا في الاسيديك ميديوم بتدي البلو عكس الانثوسياني. السوليبل بيجمنتس او الووتر سوليبل بيجمنتس زي الفلافونويدز اللي احنا درسناه قبل كده، وزي الانثوسيانينز، وفي اذرز كفاية علينا قوي اننا نعرف ان الووتر سوليبول زي الفلافونويدز والانثوسيانينز. تعالوا بقى نروح للالكالويدز، ودي جروب كبيرة قوي 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 وموجودة ومهمة جدا في الحقيقة في الاكتف كونستيتيونز. What are alkaloids؟ Alkaloids are basic nitrogenous compounds of plant origin. They are physiologically active. For salts with acids without liberation of water. نعرفين ان الالكالي بيتفاعل مع الاسيد بيدي salt and water. هنا هي basic but not that basic. يعني some basic properties forming salt but without liberation of water. Alkaloids usually have complex structure with the nitrogen atom involved in a heterocyclic ring. احنا زي من التعريف بتاعها basic nitrogenous، يعني اللي بيخليها basic اساسا وجود النيتروجين. لو ما فيهاش نيتروجين استحالة تكون alkaloid. تمام؟ التيبيكال الكالويد بتبقى ان النيتروجين موجودة فين؟ في هيتيروسايكليك او في forming a heterocyclic ring. Most of them are crystalline solid. Few are
liquids. Could be volatile as nicotine and quinine or non-volatile as nicotine. The solid alkaloids are mostly crystalline, colorless substances. كل قاعدة لها شواذ. Except emetine is amorphous. يعني ما هواش في صورة بلورات. Colchicine is yellow in color. Most of alkaloids are odorless. ملهاش ريحة. Except quinine has a mice-like odor. لو كان ريحة الفئران يعني. The solid alkaloids usually contain carbon, hydrogen, oxygen, طبعا, and should be nitrogen, while the liquid alkaloids are devoid of oxygen, زي النيكوتين. Alkaloids form salts with organic and inorganic salts, زي ما احنا قلنا انها basic in nature. Free base يبقى هي موجودة على صورتين، صورة free base أو على هيئة salt، بما إنها بتعمل salt مع الأورجانيك أور inorganic acids. Free base has different solubility characteristics than the salt. Alkaloidal bases are usually slightly soluble or insoluble in water, but very soluble in alcohol and organic solvents as chloroform. On the other hand, the alkaloidal salts are usually soluble in water and insoluble in organic solvents. يبقى تاني البيز هتبقى soluble فين؟ هتsoluble في الorganic solvent زي الكلوروفور. والسولت يدوب فين؟ يدوب في المية. تمام؟ certain alkaloids are amphoteric. يعني ايه؟ يعني form salts with both acids and bases. These contain acidic groups. زي ايه؟ زي الفينوليك هيدروكسيلز or carboxylic groups in addition to the basic nitrogen. يعني فيها acidic group و basic group at the same time. زي ايه؟ زي المورفين and cephalene. Certain alkaloids are almost neutral. يعني ال basic properties بتاعتها ضعيفة جدا. في حاجة اسمها alkaloidal precipitants. يعني ايه؟ يعني بعض الريجنتس اللي بترسب الالكالويد اللي موجودة في المحلول. يبقى alkaloidal precipitants form colored turbidity يعني تعكيرة or precipitate راسب with certain alkaloids or their salts. يبقى طبعا هي لازم تكون دايبة علشان تترسب. And used for identification of these alkaloids. يبقى اذا الترسيب ده ولون الراسب ده بيعتبر دليل او بنستخدمه ان احنا نتعرف على الالكالويدز. من اهم الريجنتس اللي بترسب الالكالويدز الميرز ريجنت اللي هو عبارة عن او تركيبته بوتاسيوم ميركريك ايودايد. وده بيدينا مع most of the alkaloids not all faint yellowish or white precipitate. Wegener's reagent عبارة عن iodine potassium iodide بيدينا brown precipitate. Dragendorf's reagent اللي هو عبارة عن potassium bismuth iodide وده بيديني orange red color or precipitate. Phosphomolybdic acid بيدينا bluish to greenish precipitate. Saturated picric acid solution بيدينا yellow crystalline picrate salt. زي ما هنشوف ان تانيك اسيد وده نوع من التنينز اللي احنا هناخدها كمان شوية بيدينا براون بريسيبيتي. Here are some examples of drugs containing alkaloids and their groups. الحقيقة ان في اكتر من تقسيمة ومن اهم التقسيمات للالكالويدز على حسب النيوكليوس يعني المين نيوكليوس او النواة الاصلية اللي مكونة الستركشر او التركيبة بتاعته. هناخد just four examples هنا الجروب وهنا الدراج اللي هو النباتات اللي موجود فيها الالكالويد من النوعية دي والمثال نفسه. يبقى تعالوا نشوف كده. اول جروب معنا التروبين او التروبين التروبين ادي النيوكليس بتاع التروبين موجود فين؟ في كل السولانيسي او السولانيشيس دراجز زي الهيوسايموس بال
لدولنا زي ما هتاخده بعد كده في ال medicinal leaves. ال example لل alkaloid compound اللي هو الأتروبين، وده ال structure بتاع الأتروبين. هنا عندي الكوينولين دي النيوكليس، كوينولين النيوكليس موجودة فين؟ موجودة في نبات السنكونة، والمركب نفسه الكوينين، وده الستراكشر بتاعه. الاندول ادي الاندول نيوكليس موجودة فين؟ في الكالاباربين، والمركب اللي عندنا اللي هو اسمه فيزوستيجمين، ادي الستراكشر بتاعه. فاينالي البيورين، وادي الستراكشر بتاع البيورين بيز موجود فين؟ موجود في نباتات، في التيل والشاي والكوفي والكوكو اللي هي الكاكاو، زي الكافيين، وده الستراكشر بتاع الكافيين. يبقى يهمنا ان انا اقدر لما اشوف اي مركب فيه او mostly contain nitrogen in heterocyclic ring, it is most probably it is alkaloid. Let's go or have an idea about resin and resin combinations. Resins. Resins are solid or semi-solid amorphous products of complex chemical nature and are considered as end products of metabolism. They soften when heated and finally melt and burn with smoky flame. يبقى المركبات اللي هي فيها الصفات دي وليست كل اللي احنا درسناه قبل كده، يبقى دي بنطلق عليها ريزن. ممكن تبقى ريزن لوحدها، وفي منها يعني انواع كتير مش هناخد تفاصيل، هتاخدوها بعد كده ان شاء الله. لكن ممكن تكون موجود معاها فولاتايل اويل زي ما خدنا في الفولاتايل اويل، فبنسميها اوليو ريزن. they are resin associated with volatile oils in homogeneous mixture، او تبقى معاها gum زي الصمغ العربي مثلا. resins associated with gums in a homogeneous mixture، او يبقى الاثنين oleo gum resins. these are oleo resins and the gums associated in a homogeneous mixture. في نوع بنسميه balsams، ده عباره عن resins containing a high proportions يعني كمية كبيرة of the aromatic balsamic acids. مين هم البلساميك acids؟ بنزويك or cinnamic acids or both. يعني إما لو بتحتوي على بنزويك أو cinnamic أو الاتنين بنسبة عالية، الريزن ده بنسميه إيه؟ بنسميه بلسم. تعالوا نشوف التنينز. تنينز عبارة عن water soluble polyphenolic compounds which may have high molecular weight, have a very wide distribution in the plant kingdom. يبقى التنينز موجودة، يعني كمية النباتات اللي ما فيهاش تنينز تعتبر محدودة. طيب هما ليه سموها تنين؟ جاية منين؟ A key feature is their ability to bind to proteins used to tan leather اللي هي دبغ الجلود. يبقى combine with protein of animal hides to prevent their putrefaction and convert them into leather. تمام، يبقى إذن هي جاية اسمها من ان قدرتها على دبغ الجلود. يبقى هي بترسب، يبقى بيستخدموها في ان هي بترسب يعني الجلود اللي هي لسه مفصولة عن الحيوان. لما بيحطوا عليها المادة دي بتعمل ايه؟ بترسب البروتين اللي موجود في جلد الحيوان وتحوله الى جلد، بدل ما هو كان جلد قابل ان هو يتحلل ويعني ويفسد، الى جلد مدبوغ بحيث ان احنا نقدر نستخدمه بعد كده في الاحذية والشنط وما الى ذلك. طب ايه بالنسبة لنا بقى بالنسبة للصيدلة؟ It is used as astringent or
in astringent preparations in pharmacy. astringent هنا بمعنى قابض. قابض هنا انه هو بيساعد على مثلا وقف النزيف مثلا، وله الحقيقة يعني استخدامات كتيرة، دي من ضمنها يعني تاخدوها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. طيب بيعمل ايه تاني التنن؟ precipitate soluble proteins زي ما احنا قلنا. alkaloidal salts are precipitated by tannins، احنا لسه واخدين ان الالكالويدز could be precipitated by tannin. give precipitate certain metallic salts as lead acetate and give color with ferric chloride، وده على حسب نوع التنن. حسب نوع التنن types of tannin، في عندي اللي هو non hydrolyzable tannins اللي بنسميها condensed tannins. ليه بيسموها condensed؟ لانها formed by condensation occur due to polymerization or condensation تكثيف condensation reaction between اللي هم الكاتكن اللي هم الفلافان 3-ol، فاكرين الفلافونويدز تمام، or ليكوسيانيدين. خلاص يبقى هي عبارة عن condensation من الفلافونويدز وبالتالي بنسميها condensed. The other type is hydrolyzable tannins formed by esterification of sugars, example glucose, with simple phenolic acids، مش أي acids، phenolic acids as gallic or ellagic acids. تعالوا ناخد أول نوع. Condensed tannins أو called sometimes called catechol tannins. Catechol أدي الستركشر بتاع الكاتيكول. الحقيقة لما بنعمل dry distillation نسخن التنن بيدينا مين؟ بينتج عنه الكاتيكول، فعشان كده سموه كاتيكول تنن. These tannin when boiled with diol hydrochloric acid they will convert into red insoluble flobaphenes. كان بي فاوند ان تيف، موجود في الشاي وفي السينامون القرفة. لسه قايلين ان هو كل التانينز بتدي مع الفيريك كلورايد وعلى حسب النوع، فلو كان هو كوندنسد هيدينا جرينش بلاك كلر، وده مهم قوي. يبقى انا لما يبقى عندي تانين ويديني جرينش بلاك يبقى النوع ايه؟ كوندنسد او اللي بنسميه الكاتيكول. With bromine test solution بيدينا yellow or brown precipitate. This is an example of the structure of condensed tannin. Let's go to hydrolyzable tannins or called pyrogallol tannins. This is the pyrogallol structure because by dry distillation as well produce pyrogallol. This is the structure of gallic acid which is one of these phenolic acids. With diol hydrochloric acid بيحصل هنا ايه؟ hydrolysis into the simple phenolic acids gallic or ellagic acids. Examples of hydrolyzable tannin جالي تنن على حسب نوع الاسيد اللي هو التنينز اوف جولز اللي هي العفص اللي هتاخدوه بعد كده ان شاء الله، or ellagic tannins ده موجود في البومجرينيت اللي هو نبات اللي هو الرمان، البومجرينيت اللي هو الرمان. وسفيريك كلورايد بيديني بلوش بلاك كلر اللي هو اللون الازرق الداكن. وذ برومين تيست هنا دونت فورم بريسيبيتيت. يبقى هنا وي كان ديفرنشيت بتوين كوندنسد تنن اند هيدرولايزابل تنن باي ذا فيريك كلورايد اند برومين تيست. وذ كوندنسد تنن جرينش بلاك while hydrolyzable bluish black. bromine test is positive with condensed and negative in case of hydrolyzable. Before going to the last group today we have to have or to take an idea about some compounds. This compound is called
بايرين. This is a heterocyclic, 6 membered, 5 carbons and oxygen. It's 2 double bonds. When we add C double bond O ketonic group, it's called pyrone. Pyrene, pyrone. Actually, there are two types of pyrone. Here it is alpha, beta, and gamma. So here we call this alpha pyrone and this gamma pyrone. Alpha pyrone and gamma pyrone. When gamma pyrone is attached to a benzene ring, it's called benzo gamma pyrone. This nucleus, or this the resulted nucleus, is called chromon. Again, benzo gamma pyrone. Benzo gamma pyrone is called chromon. We have found or seen this before in flavonoids. Let's go to this benzo alpha pyrone. This is called coumarin. Benzo alpha pyrone is called coumarin. And this 5-membered unsaturated ring is called furan. Let's go to the Bitter principle then. Bitter principles. These are aromatic, heterogeneous compounds possessing bitter taste. Many compounds are bitter, but these are, in addition to the bitter taste, composed of carbon, hydrogen, and oxygen, but free from nitrogen, and do not belong to any of the other classes of active constituents. Okay, again, aromatic, heterogeneous compounds possessing bitter taste, طعم مر. Composed of carbon, hydrogen, and oxygen, but free from nitrogen, and do not belong to any of the other classes of active constituents. They are of diverse chemical nature. يعني في اختلافات كتير جدا في الستركشر بتاعها. هناخد مثالين. The first one is furanocoumarins. ادي الفيوران اللي لسه قايلين عليها، وادي الكومارين اللي هي البنزو الفا بايرون. يبقى النيوكليوس عبارة عن furanocoumarins. Example, present in amimages اللي هي الخلة الرباني، والexample اللي موجود معانا ده اللي هو الزانسوتوكسين أو الأمودين. Another example is furanochromones. آدي الفيوران وآدي الكرومون اللي عبارة عن بنزو جاما بايرون. Present in amivisnag الخلة البلدي، واسم المركب اللي قصادنا ده اللي هو الخلي. يبقى انا يهمني ان انت تقول لي ده مين، تقول لي ان ده بيتر برينسيبال ريليتد تو فيورانو كومارين، and this one is فيورانو كرومون ريليتد بيتر برينسيبال ريليتد تو فيورانو كرومون. These are some questions or ازاي بتيجي الاسئله في المحاضرة دي. إن شاء الله كده بعد ما تسمعوا المحاضرة كويس، وأرجو إن أنا أكون قدرت أعرضها لكم بطريقة مفهومة، تحاولوا إن أنتوا تحلوا الأسئلة دي. وزي إن شاء الله أوعدكم بإذن الله إذا ربنا أحياني إن أنا في بداية المحاضرة الجاية نحل مع بعض، أو تراجعوا حلولكم اللي أنتوا حليتوها، وبإذن الله تكون حلول موفقة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.